بيحب الكرة جدا، وارتباطي بالكرة اللي هو من وانا لسه صغير 5 6 سنين، وبدأت افهم يعني ايه كورة وانا بلعب كورة، وبروح نادي ومركز شباب شاوة طبعا في بلدي، ودايما انت المنصورة من نفسها ولا القرية جنب قرية المنصورة؟ شاوة في قرية المنصورة. شاوة. طب دي بلد الكابتن تامر عبد الحميد برضه. برضه انتوا ايه كلكم احنا نفس ديفندرات، البلد بلد بالظبط كده. الديفندرات؟ والله والله دي بعيدة عن المنصورة قد ايه؟ لا في ما فيش قريب 2 كيلو مثلا، والله اللي انا يعتبر في المنصورة يعني. المنصورة فبالنسبة لي نادي المنصورة كان حاجة يعني اقرب الاقرب حاجة. كمان، لان سنه صغير. ف كابتن عبد الحميد من نفس البلد كابتن عمر نفس بلدي والله. وكل حاجه. والله يعني احنا حتى بعد كده لما رحت الزمالك والناس بدات تعرف، يقول لك ده البلد دي ما بتطلعش غير دفندرات وعلى الزمالك على طول. ايوه فبدات في سن 8 سنين بقى، ان كان بالنسبه لي هديت نجاحي والدي الله يرحمه، هديت النجاح بتاعتي كانت استماره اختبارات في نادي المنصوره. نادي طبعا المنصورة نادي المنصوره كان وقتها طبعا الدوري كان حاجة الممتاز جامدة وحاجه جدا. جامده جدا، فبالنسبه لنا الناس كلها كانت بتجري على المنصوره. دلوقتي مثلا الناس اللي ساكنه في المنصوره والشرقيه